السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي نوحنا كسر دواء فاتوش فمري وولاش فتوش شنو كداون سنو فاتوش فمري هذا ما نتوح عنك جاهية أبديت أي وح عنك جاهية بات كيتش كي اللي هو ده سوى 3.5 كي وحياة هذا كي سوى دي أنا سؤالها وح قصته وأد سوى دي سن أي كتش وابي هدي له وهرسة فاتوش فورث استملس تك أول عمل صوا ضاع دت قاركش وح سوى دينا أنا إمبرايمنت تجي all of that ba maanta ka jawaabaya hadii la hayd markaa soo dhawaada hadii si barnaamijku subscribe ku in subscribe sa hadii aad horo nool joogtay oo subscribe ahayn subscribe sa gambaleelkan furo waxa ay ku waxa ku kaaga dhigaysa ku fududaynaysa inaad barnaamijku ka soo gali oo saaka ku sanad hadii la hayd saaxiibta aad baad u mahadsantihiin markaa sa isoo wacdiisa ii dhiirigelisay sa ii ugu xirantihiin saaga فتوش في ملي أونلاين ستور وحرنتين وحقيقة جدتين ما شاء الله أد أد بدو ما هسنتين حد عبتك حرن فتوش في ملي كسور لو هذا ستور كيف أونلاين كفتوش في ملي ستور أونلاين ستور واحد يجي هلا سدهي أد أد وقروح بدن كلر كست هذا على السمر هذا على سكوتشر السمر إيه وينتر إن كلر ركلا دوان عن كلا دعينه أد وقروح بدن وهذا قصوى ضرب بنكر تا استيت كستو أد شوكتي دوان كوسو دريا إن دليفري أيان سمايا هدي ماشى نواحي جدا عند جنا عند جنت أنا تا استدوك رأي ذا نواحي قصة ضرب بنكر تا هدي أتر تضرب كا إن سمي ستيد فضل النمبر كا صوع ور سناب شات كا يقص ضر صو يقال هذا السيا وقاتد إن كلا هذا أفايل بالكا أو ديار كا مركا وكم هالسنتين مع مش هذا سامر بس تيجي حرنتي طبعا إن فرست واحد كوب لعبة أنا إمبلويمنت تيجي تطبع صوع واحد إن فتو شيء أنا employment تيجي وهرت ولا يرى ورا يرى ما فهمت مكلا عقتي لجوي أنا employment تيجي مش العقبان أو شيء ده العق تاس أنا مركان طبعا أنا بروح سدوا سوق قبل لا مركا تاس بروا أنا اللي شرح هرت هرا account دولد مركا استعمال سوى كلا بحيس العقبة كتشرت وتشي ده مش شقيس وح كشق شقيسة مركا أي العق تاس expire groups يعني كاتشوكسن يا ربي وبقولكن هذا حفل إذا بقولك أسألك ملي هدي برنامج بوحي لغة أقل هذا أوس السعني لعكت أد أركيس الله بواي هدي لعكت هاد ستيت كوتا على قط كم تهدد كبحسن كره ولعكت هاد ستيت كوتا على وأوكي بتا ولعكت هاد ستيت كده وأنا إمبلويمنت تيجي عادي جدا ريجولر كده ده كوتا على وأوكي وبحسن كرته لكن لعل حتى هذا هي سيلف إمبلويد أو أعتقدك أما تكسيره أو أما وحكة لك الشقوق استعمالي سمع عكتي إن محلي كري بي يو إيه ده هل مر بي وحاس نقاتنا يا أكون كلا عكتي أتكو أرتيزد داس ما على وحاس نوبة لكرة شعل بحي كتلة مرك تاس أو لكن قف كلا عك وطال ريكوست السماء وأوكي حكوا كلا دوينتا أو كلا أرتيزد عدو أكون تمكى قشيد ريكوست بيمنت واسمين كرتها وا أوكي وكوفران لكن قفك كلا هل مرة إيكو ده هامن ستي ريكوست بيمنت ما سمعين كرو there's no way ريكوست بيمنت أنا بابا لقى قاضية مركا أكون ماذا قرب كل نقطة فيري إن شاء الله سؤال شو استعسب وتشوف واحد ده بتشوف سؤال كلا حتى ده أنا مبرد من تيجي أنا قرب قصي فورس استمر استيق مد مدري يميا دورده حقيقة عوي يعني يا عادي لنا عوح تبكر لو قال ما تبكر لما فر من سمع إن شاء الله إله وفريا so first stimulus check halka qofii hortaagan waa Joe Manchin ninka la dhaho waa ninkaas West Virginia kasoo jeeda oo ah senatorka wuxuu u taagan yahay lacagta intaan ma ahan hal dhimo oo hal dhimo lacagtan hal yareey u taagan marka ninkaas ayaa waxa shukaansi ku wada siday sheegeen la kulmi doona madaxweynaha ayaa la kulmi doona oo wuxuu ka leeyahay he will come around يعني وحول لي أسرع أسكا إيمان دونا يعني هنا ونلا وعضينا يا إيه وقع هذا مركب مدحوينها I think ولين بلان ما يسس ما يسنن وما أرك لكن أسجل مدحوينها يا كل ما يا مركب أي بلان تسمى يستنى ولا شيء ولا أنا مصغر يا وحول يا جو منشن أو ديدن يا وحول كل ما يا يعني بايدن مدحوينها مركب وحول لها اللي دونا أو compromise القصة ما يندونا مدحوينها يا لها اللي أو لها يا باكج كان انت سو واخ يا كجرا good for the people good for the country good for west virginia وادي كسو جيدي وحا سو دن marka oqalo marka waxa la arki doona grow at bernie sander ee madaxweynuhu wax dhibaato ah kama muujinayaan
جومنش إنكستو دكتك كلا أو أسجى إذا صاحب بديس كلا كمود شير اللي نكا مرحبا إنه لعكتان عدايو أسجى استيل ب استيد كيس ويا هاي متك ضادتك يا وح كست هاد اللي قدي بناي أو أباهم بعوين تمر أباه مركا وح كلا حتى وح واي ميت مدي يو إسلا هذا الك يو نحدي بسعته and just waxyaabaha la soo bandhigana de waaba ka hadlay fiidiyowgayga hore oo aha child tax credit oo ugu horeey waa la qoraya piece by piece baa loo qoraya oo package ku badan yahay marka waxyaabaha kale ay soo bandhigi doonaan insha Allah mar dhow laakiin hadda child tax credit iyo waxyaabaha dadka low income ka lagu caawinayo waxyaabaha ayaa la soo bandhigay marka markii ninkaas laga soo dhameeyo oo waxa laga yaabaa in looga soo dhameeyo uu dhaxo maxaa oo gashay waaye limitka ugu badan ee gaari karto maxaa waa maybe 2.5 maybe something maybe 3 laakiin asagu wuxuu leeyahay I will cut make sure I cut this package half ugu taageeyaa waaba kala baraya hal bar bisba iga soo fikiray inta kale ku dhiganaa waxa uu madaxweynuhu rabo oo uu rabo package ka inuu ku qabtana way ka duwan een half kas kale yirkii ana 1.5 ma samayn karto sidoo kale waxa jira package kale oo waxa u yaala dawladda yaani wadanka buundooyinka waxaas lagu dhiseeyay oo kale asagana oo wali ay ku sanadku u soo codeynin een house ku soo wali u codeynay sanadku u codeeyay house ku soo wali u codeynin oo asagana laga sugeeyay sidoo kale waxa jirta dawladda in October lacagtu ka dhamaan doonto oo spending budget keda la rabo in la increase kareeyo yaani lacagta dawladdu waxa sameysaa lacag bay deynsataa qaadataa sanadkii isticmaashay markii waxa lagu leeyahay lacagtii ay qaadatay ayaa ka dhamaatay soo markii dacagta ay deynsan karto waa in loo kordhiyaa si ay dawladdu usi shaqeyso I think hadda waxay ka shaqeynayaan laba bilood oo ku meel gaar ah ayay rabaan inay kordhiyaan labadaas bilood si looga sii shaqeeyo in dawladdu ay kororsato lacagta ay qaadato sanad kasta oo ku baxda oo yacni ay expand kareyso you know because dawladdu iska ma wax yar aan ka soo bartaa waxay wax u moodi jiray awl hore dawladdu inay machine leedahay lacagta ka soo daawada ma la fasaas ma sharcigu saas ma marka aqrisid uu ka duwayay dawladda lacag bay qaadataa lacagtaas bay isbaangareysa lacag loo ogol yahay jirta ee adduunyaha inay deysan karto qaadan karto hadii lacagtaas ay ka soo hordhamaysatana way daabacan kartaa dawladda lacag way daabacdaa laakiin dawladda lacagtay isbaangareyso ee sharci bay ku isbaangareysa oo lacag ay deysataa jirta ma fahmin marka waxyaabahaas dhan soo fani waay marka baratid wax ka soo akhrisid marka ayada laftigeeda dawladda October bay lacagta dhan ka dhamaanaysaa 00 soo hadda waxay ku jiraan inay u codeeyaan package kan markay dhameeyaan inay labadii bilood package kan dhexdiisa ay tii isla soconayaan isagana waa loo codeeyaa inay baas gareeyaan laba bil oo degdeg ah si hadhow looga shaqeeyo because tan lacagta dawladdu isbeen gareyso oo deynsato ama ay yacni isticmaasho only dimuqraadi ma samayn karaa soo republican together waa labadooda waa labadooda shaqo u taala shaqo ee kuwan kaliya oo dhagdhag samaysan kara because lacagtu dimuqraadi kaliya kama dhamaanaysa the whole country ka dhamaanaysa 50 because hadii dawladdu ay fariisato gum jurub wax shaqeynaya mara lagu hadhigta sida ratiga camal dam wax shaqeynaya mara markii waxay ku qasbeen inta labadooda isku imaadaan in loo kordhiyo dawladdu xaqtay qaadan karto dikr waxa dhacaysa dawladda bankigeedu waa faar 00 lagu kala wada saas ma dhacdo markasta waa la sameeyaa oo madaxweynahan kaliya maahan waqtiga daana Trump waa la sameeyaa waa la increase gareeyay dawladdu intay deynsan karto waa la increase gareeyay marka wax la yaab lama aha ma fahantay marka insha Allah newsia stimulus check kala soco fatish family insha Allah marka ugu horeysa ee oday Joe Manchin laga soo Joe maashi waxa ka baqay inuu qabsado magaciisa qalad ugu dhawaaqayo Joe ayaa kaliya ugu soo gaabinayna marka faristiisa bis Joe waqtiga ugu horeeyso laga soo dhaadhiciyo in uu yaa package uu codeeyo insha Allah ba arki doona insha Allah ee aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh